والكرامة والعيش الشريف. إن أبهة مجيد لهؤلاء الرواد الذين استشهدوا في سبيل تحرير العاملة لإيصالها إلى حقوقها المشروعة. ويسعد لجميع أفراد الطبقة العاملة في لبنان متعهدين لهم الاستمرار في جهودنا للعدالة الاجتماعية الحقيقية التي يرتكز إليها بناء كل وقت عربية بكل حدث تاريخي تفرض على المرء الخلود إلى قرارة نفسه ولو للحظة قصيرة بمراجعة الإنجازات التي تحقق. الاتحاد العماني العام لتوظيفها في خدمة الطبقة العاملة للحرص على مصالحها. التجاذب الذي تعرض له أعضاء الاتحاد بسبب انتماءاتهم السياسية والحزبية والطائفية والإقليمية فإنهم آخر إعطاء الأولوية إلى الترابط العضوي مع الأهداف النقابية السامية دون أن يتخلوا عن انتماءاتهم المختلفة. يقتضي الضمير والوطنية أن نتكلم عنها ونتخذ منها المواقف بجرأة وصراحة. فعزلاً يا أصدقائي أرباب العمل، إذا لم أتناول المسألة الاقتصادية على أهميتها خاصة وقد سبقني على هذا المنبر الصديق دكتور أبي صالح الذي أوفى الموضوع حقه في بعض نتائجها محنة اقتصادية، فصدقوني إننا نمضي في الكتائب ساعات طويلة نفكر بالوضع الاقتصادي، نحزن ونتحسر على صناعات تدمرت أو توقفت، على مزارع أحرقت أو أهملت، الباطل عن العمل والعامل الذي يلهس وراء اللقمة فلا يلتقطها ووراء الدواء فلا يجده. أيضا أوفى الموضوع الاجتماعي حقه. عذرا لكم إذا قلت إن القضية ليست قضية اقتصادية أو اجتماعية، بل قضية أكبر وأخطر. إنها قضية أرض وحدود، إنها قضية مصير ووجود، إنها قضية حرية وكرامة، إنها قضية إنسان وحضارة، إنها قضية لبنان، إنها القضية اللبنانية بالذات الأرض والعالم. ولكنهم حولوا الآن في فعل المآرب والمصالح والمؤامرات على اختلافها من الداخل ومن الخارج، حولوها إلى مجموعة قضايا ومشاكل متداخلة وبشكل خاص في الشرق الأوسط صرنا نتأثر به كثيرا، وقد لا نؤثر بهذه المؤثرات أو المشكلات إلا القليل. آخر هذه المؤثرات والمشكلات أو الحلول لبنان، لأنه غير واردا فيها كموضوع ولم يشترك فيها كطرف.